نهنئكم بعيد الفطر المبارك. اللهم اجعل عيدنا بمحبتك ورضاك، واجعلنا من العائلين والفائزين. تقبل الله منا ومنكم كل عمل وعمل. Anak bulan Syawal telah sabit dilihat. Jadinya esok raya. A'taqid bi anna al-khamar laysa manzuran al-yawm li annani qad qara'tu al-ma'luman an haza. هذه المعلومة صحيحة. يجب علينا أن لا نصدق شيئا قبل المعرفة الحقيقة. هيا نشاهد التلفاز. نعم نعم، أنا موافقة. أنا موافقة أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، بإذن الله قد تبدت رؤية الهلال من شهر شوال، ومع ذلك سنحتفل عيد الفطر غدا. قد أثبتوا بأن هلال شهر شوال مرئي، فلذلك قرر المحكمة العالية بأن شهر شوال سيبدأ في يوم غد الأحد. الحمد لله، الهلال ثابتة. عيد الفطر غدا، أحقا ذلك؟ نعم يا صديقاتي. الحمد لله، أنا في صحة جيدة وطيبة، وكيف أنت؟ الحمد لله، أنا بخير يا الله، شكور على كل نعمة. هذا الاتصال لأنني مشتاق إليك كثيرا جدا، وأريد أن أقول عيد مبارك يا أختي. غداً هو يوم عيد الفطر، ولكن لا يمكنني مقابلة أصدقائي. الله أكبر. الله السلام عليكم بو. عيد مبارك. ما شاء الله يا جميعا، ما شاء الله. انتظر 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 انتظر. ولا تنسوا أن تتبعوا النظام الذي قد ثبتت اسمه الوزارة، وهو الأول بعيدوا أنفسكم من الخير واحدا مترا، والثاني يصلوا يديكم دائما، والثالث لا تلمسوا وجوهكم بغير سبب. صح. ورابع لا تكونوا في الأماكن المزدحمة، والخامس ممارسة استخدام معقم اليدين. نعم بإذن الله. تقبل الله منا ومنكم، جعلناه وإياكم من العيد والفائزين والمقبولين. كل عام وأنتم بخير ومزيد من الأبداء والأطاء. نحن من شعب أصول الدين من فصل ابن رشد، نريد أن نتحيّتكم بعيد مبارك موجه إلى من يشاهد هذا الفيديو. أننا متآسفون عن أقوالنا الذين قد فعلناه إلى اسم الحاب، وخصوصا للأساتذة والأساتذات. ثم نرد أن نشكركم بحسن تعليمكم وعلى حسن انتباهكم. أريد أن نشكر الإخوان والأخوات من السنة التمهيدية الثانية للجامعة، جزاكم الله الخير بأحسن الجزاء. إن هذه الوباء قد احتمل أن نلتقي مع أسرتنا القريبة وأصحابنا المحبوبة في هذا الوقت العيد السعيد.
ولكن هذا لا يمنع أن نرافق ما بيننا من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي. اللهم زد هذا الوجه نورا واجعله دائما مأجورا. وبلغه العيد مسرورا وأن يجعلكم في الفردوس الأعلى. شكرا جزيلا، عيد سعيد. نحن من ابن القيم نهنئكم بعيد الفطر لجميع أعضاء المدرسة. حسنا نبوكية، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم قيامكم وقيامكم وإساءكم من أيدي. حفظا على سلامتكم ابقوا في منازلكم. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. أريد أن أهنئ إلى جميع أعضاء المنهج، خصوصا إلى المعلمين والمعلمات الأفاضل والموظفين والعاملين المحترمين، ولا أنسى الأصدقاء المحبوبين والطلاب الأعزاء. في هذه الفرصة الذهبية نود أن نطلب العفو منكم ظاهرا وباطنا للجميع على الأخطاء، سواء كان من القول أو الفعل طول وقتنا في المدرسة. ونحن أيضا نود أن نشكركم شكرا جزيلا. إلى المعلمين والمعلمات الأحباء الذين يعلموننا ويقودوننا، خصوصا في هذه حالة الطوارئ كوفيد. نحن نعرف ونعلم أن التعليم عبر الإنترنت، لذلك نحن كالطلاب نقدر على خدماتكم وجهودكم، جزاكم الله الجنة. في هذه الفرصة أيضا ندعو إلى الله تعالى أن يسهل كل أمورنا ويطول أمرنا ويعطينا الصحة والعافية ويبعد عنا الأمراض والوباء، خصوصا هذا الوباء كوفيد-19، حتى نستطيع العودة إلى المدرسة كالعادة ونجتمع ونتحد مع الجميع. صباح الخير جميعا. العام يؤتي ولا يأتي. هل خير في هذا اليوم؟ تلميذي إيزي، أين تلميذي؟ أستغفر الله يا الله، وهي جد أدرس في صلاة ثمة. أكسر هذا النفس. نعم، لماذا؟ نحن ننطقكم عيد الفطر المبارك عليكم من العائدين والفائزين. حلو سلامية إنده الله تطب حلو تنمل أعتذر منكم إذا كان هناك خطأ في الكلام أو الفعل. وفي هذه الحالة نود أن نقول وداعا ومغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على الرغم من أن العيد هذا العام يكون مختلفا بالسنوات السابقة، يعني نبقى في المنزل فقط الآن، ولكن هذا لا يعني أننا نستحيل أن نحتفل في أول الليل العام. في العادة نكبر في المساجد والمصليات، ولكن في هذا العام علينا أن نبقى في البيوت، فالتكبير في البيوت فقط. صيام في شوال. إن صيام الست من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم، خافا وخافا ويبدأ فعلي يوم العيد مباشرة. لأنه صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أصبح ستا من شوال فذا ليس يوم التحليل. فإن صام المسلمين فهذا من الإسلام من شوال فقد أدى الدار.
انفسي منازلكم واتبعوا ممارسة التباعد الاجتماعي واغسلوا ايديكم جيدا بشكل مستمر. نحن الطلاب من فصل ابن خلدون نتمنى للمديرة ونائبة المديرة وكبار المعلمين وجميع المعلمين والمعلمات وطلاب المدرسة وجميع العاملين في المدرسة عيدا سعيدا. تقبل الله منا ومنكم وجعلنا من العائلين ونوال المعينين. الله أكبر وكبيرا وأصيلا لا يصين له الدين ولو كره الكبد وأعز جنده وهزم الأحزاب. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أهلكم؟ بخير الحمد لله. عيد الفطر المبارك جميعا. عيد مبارك. الرحمن الرحيم. آخر كلام. نحن من ابن بطوطة نريد أن نقول عيد مبارك لجميع أعضاء إسمالهاب وتقبل الله منا ومنكم سلامنا وسلامكم وجعلنا الله وإياكم من العائلين والفائزين. مع السلامة. نحن من ابن كثير نريد أن نعايد لكم سلامت أني رياء عيد الفطري فأة زهيك لنبت عيد مبارك سعيد سلام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم وجعلنا الله وإياكم من عباده المتقين وأدخلنا الله وإياكم في جنات النعيم وبالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.